عندهم يعني صور مختلفة جدا. وطبعا ترقى إلى مسابقات دولية المركز الثاني الأخت الإنسانية الأولية بعد بين الصور عن طيور الأبناء آزم كان أيضا مشاركة طيبة وحققت المركز الثاني. والمركز الثالث الأخت بين الصيفي أخذنا صور لصحيفة المرمية برضه كانت جيدة. المحور الثاني للأسف كان التقارير الصحفية كانت مشاركات ضعيفة وكان أغلب التقارير منقولة من مقالات سابقة، لكن في كانت مشاركة جيدة من الأخت شروق سيف.